كنتواجدوا في مشروع ديال تهيئه الطرقات ناقص التجهيز بحي الجنانات وحي التقدم والعين الفوق تيرمينيس، اللي هذا المشروع جاء في سياسه المدينه اللي مبلغ ديالو تقريبا مليار و400 مليون، واللي كان واحد المجموعه ديال المساهمين في هذا المشروع، واللي الحمد لله حنا اليوم في صدد بدايه الشطر الاول في هذا المشروع اللي هو الشطر الثاني، والشطر الاول اللي هو غادي يشمل كذلك الخميس العزيب والجنان. وحنا فخورين بهذه التهيئه اللي خرجت للقلعه اللي شمل واحد المجموعه ديال الاحياء وخاصه حي التقدم وحي الجنانات، وكذلك كتعرفوا بان هذا الاحياء كانت ناقصه من التجهيز اللي الحمد لله عرفت واحد بنيه تحتيه اللي غتعطي قيمه مضافه لهذه الاحياء.